خاصة سبب الفطور وسبب الخسارة يعني. إيه يعني كانت اللحسة والعريكة صراحة ثقلت علي. مرحبا بكم مشاهدي أصداء العالم. يخلق الله من الشبه 40. بالأمس القريب التقينا بشبيه ميسي الجزائري وشبيه صلاح العراقي. اليوم نلتقي مع شبيه سواريز السعودي. خلونا نشوف. هلا ميامو لوزيتو سواريز. Estoy muy muy triste por perder contra Francia. Yo hablo un poquito Arabia porque mi padre es de Arabia Saudita. أخوك أسامة بن سامي الغنيم طالب مبتعث في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. انشهرت بسبب أني أشبه اللاعب سواريز. بس أنا بالأمس جاء اتصال جميل، قال صديقكم أسامة الغنيم طالع في جروب الشباب. قلت وش السالفة؟ فجأة أدخل سناب شات، فجأة أحصل تويتر العالم ناشرت لي، فجأة العالم كلها قامت تتكلم عني. يعني كنت أفكر كم مرة إني أروح برشلونة إسبانيا وألبس لبس سواريز كامل وأتمشى في الشوارع وأشوف ردة فعل الناس. حاولت كم مرة، كنت ناوي أدخل نادي الهلال السعودي ونادي النصر، بس مشكلتي يعني أنا ألعب هجوم والله هديني حارش الناس، فهمت؟ فإذا جاني أحد أعطيه عضة على طول، عضة كذا على طول. متأثر بالعضات يعني؟ أي مرة مرة، يمكن مصطفى لاغة لو شفته يكون عضة عضة كمصطفى.